مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي ومحبي برنامج احلى الكلام تي في وسوشيال ميديا. اسمحوا لي النهارده انه انا اشارك حضراتكم كلمتين كده على السريع بسميهم شهاده حق عن مكان انا بعتبره صرح تعليمي مميز جدا ورائع جدا، لا يقل عن الصروح العلميه والجامعات العالميه المعروفة والمشهورة جدا زي سوربون وكامبريدج وأكسفورد. المكان ده هو في صعيد مصر، وده الشيء المميز جدا انه تكون الانطلاقة واتجاه التميز والتطوير ينبع من الصعيد وبالتحديد من محافظة المنيا، يكون وجود المعهد العالي للغات بالمنيا. هذا الصرح التعليمي المميز جدا اللي فيه بتنطبق فعلا يعني ايه جودة التعليم، يعني ايه انه الطالب يفهم المحاضرة كويس، يعني ايه الاعضاء هيئة التدريس والاساتذة القائمين في جميع الاقسام الموجودة سواء قسم اللغة الانجليزية او قسم اللغة الفرنسية او قسم اللغة الالمانية بيمارسوا اللغة بشكل رائع جدا مع الطلبة، وبيدوا الطلبة كمان الفرصة للتفاعل عن طريق دخولهم طبعا في معامل اللغات وأيضا معامل الكمبيوتر لمزيد من اكتساب اللغة. زي ما كل الناس المتخصصة في اللغة فاهمين انه practice makes perfect، فكل ما بندي للطالب فرصة اكتر انه بيمارس اللغة ده بيديله إجادة تامة للغة. طبعا قد إيه المواد الدراسية بتغطي الحضارة والثقافة، وإنه الطالب بيطلع مش مجرد شخص دارس وإنما شخص مثقف ملم بأبعاد كثيرة جدا خاصة بالمناهج الموجودة. أمور كثيرة فعلا لمسناها رائعة جدا في المكان. طبعا المكان مرخص من وزارة التعليم العالي بكل تأكيد، وله طابع بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة لمن يريد الالتحاق به. من الأمور الهامة جدا التنويه بأن المعهد يؤجل التجنيد بالنسبة للطلبة. كذلك أود الإشارة إلى المجهودات الرائعة والتي لا يمكن أن أتغافل عنها التي يقوم بها جميع أعضاء مجلس إدارة المعهد الموقرين وتعاون المساهمين أيضا بالمعهد وكل الفريق الإداري، لهم جميعا كل الاحترام والتقدير على مجهوداتهم وتعاونهم وإسهاماتهم في المكان. كذلك أريد أن أؤكد أن المعهد العالي للغات يمنح درجة الليسانس في اللغات والترجمة المعادلة لدرجة الليسانس في كليات الألسن والأداب. أنا بشجع الناس سواء الثانوية العامة أو الثانوي الأزهري، أيضا بشجع الناس المحبة للغات إن هي هتلاقي الدراسة بشكل رائع جدا، بشكل فعلا ضابط رائع مميز شيق على أسس علمية وتعليمية بتتبع أعلى معايير الجودة الحقيقية مش الكلام. فعلا يعني في وقت ما تعطلت الدراسة والكلام ده كله كان الدراسة عن بعد شيء مفعل جدا في الحقيقة. المحاضرات الكل قام واجبه، واسمحوا لي ان انا اتكلم في النقطة دي تحديدا بصفتي يعني اني انا اشرف بانتمائي اني اكون حد من اعضاء هيئة التدريس في المكان. فعلا يعني المحاضرات كانت بصفة دائمة للطلبة، جميع ادى الدور والواجب اللي عليهم بكل مصداقية وتجاوب. يعني عملنا المحاضرات زوم ويعني وكان في الفيديوز ايضا، وكان في محاضرات مسجلة ومكتوبة في البي دي اف. مش فكرة انه لما وقفت الدراسة توقف الكلام ده. وانا شخصيا برضو الحمد لله شرفت انه انا عملت الجزء اللي المفروض كان عليا في محاضراتي، وفي الحقيقة انه مش انا بس، كل اعضاء هيئة التدريس الناس كلها فعلا الاساتذة كلهم اللي انا باشرف انه انا اكون معاهم وعلى رأس الجميع وعلى رأسي انا شخصيا
يشرفني اني انا اتكلم عن استاذي اللفظي افتخر به، استاذ دكتور جمال التلاوي، استاذ الادب والنقد الادبي، وهو اديب بالحقيقه يعني، والتعامل معاه وانه يعطيني هذه الفرصه ويمنحني الحمد لله يعني دي شيء هايل جدا. انا اقول فعلا شكرا جدا لثقة حضرتك انه انا تلمستك واعطتني انه انا ادرس بجوار حضرتك جنب دينا جنب، ده شرف افتخر به لاخر يوم في حياتي. I'm so grateful to you دكتور جمال for everything. حقيقي thank you so much. ربنا يحافظ على حضرتك ويحفظك بكل خير يا رب وكل اسرتك دايما. خلوني أكلم حضراتكم برضو سريعا عن الأنشطة الثقافية والفنية والأيام الرياضية والمسرح الموجود، وأيضا أنا شرفت بتقديم حفلات على المسرح، وقد إيه الفرق الموجودة يتم تدريبها بطريقة بروفيشنال جدا علشان لو في موهبة حقيقية يتم اكتشافها وتفعيلها والاهتمام بيها وتنميتها وتطويرها. كل دي مجهودات بتحصل، انا مش بكلم حضراتكم عن امور يعني فقط تقال ولا تحدث على ارض الواقع، لا انا بكلم حضراتكم بكل ثقة كلام القلب يعني فاهميني ازاي، عن امور حقيقية موجودة وده اللي بيحصل فعلا، مش حاجة غير كده هي اللي بتتم على ارض الواقع، هو ده اللي بيتم. وطبعا المكان مجهز بقاعات للمحاضرات، وطبعا في وسائل مواصلات لنقل الطلبة للمكان، وفي ايضا اماكن للطلبة المغتربين بيوفرها المعهد العالي للغات. في حقيقة الامر انا يعني لو تكلمت سيعوضني كثير من الوقت فعلا فعلا ان انا اقول على كل شيء موجود، عن الاهتمام، عن الترتيب، عن النظام، عن نظافة المكان، عن يعني الاحترام المتبادل. واسمحوا لي كمان انه انا اشكر كل الاساتذة اللي شرفت بالعمل معاهم، وايضا اشكر الطلبة اللي شرفت بالتدريس لهم، وهم طلبة غاية في الاحترام والمعرفة والذوق، والمكان أيضا يتسع للجميع والتعامل باحترام الجميع، ودايما بيكون هدفنا أنه الطالب اللي موجود يشعر أنه هو بيستحق التعليم والشيء الأفضل، ومش علشان هو بيأخذ الأفضل فإنه في أي استغلال لأي شيء مادي، وده الشيء برضو اللي أنا بركز عليه جدا مع حضراتكم. يعني إذا قارنا مصاريف المكان بالنسبة لأماكن أخرى، يعني عايز أقول لكم إحنا بنقارن مستوى التعليم العالي يعني ما يوازي الجامعات، لأنه أيضا المعهد بيقبل التحويل من المعهد العالي من الكليات مثل الألسن والأداب موازية برضو للدراسة في المكان. ولكن لو قارنا التعليم الجامعي والتعليم العالي عايز أقول لكم كده ببعض مصاريف مثلا لأماكن أخرى أو حتى المستويات التعليم قبل الجامعي في المدارس، هتلاقوا أن الهدف مش مادي إطلاقا، بقدر ما أنه هو مكان أنا بعتبره منار للتعليم، فعلا هو منار للتعليم، مكان إشعاع جميل جدا في صعيد مصر. إن شاء الله أتمنى لهذا المكان كل رقي يا رب، إن شاء الله كل خير كل تقدم، لأنهم دوما يسعون للأفضل وهم جديرون أن ينالوه إن شاء الله. تحياتي لكل القائمين على هذا المكان المميز بكل ما فيه، أتمنى أنه بكلماتي البسيطة دي أكون أعطيت المكان ولو جزء بسيط من قدره، ولكم جميعا كل التحية وكل الخير. تحياتي للجميع، ماري عبد السيد، أشكركم وألقاكم دوما بكل السعادة والفرح والخير والسلام والجمال.